من هنا كانت النهاية بإحراز الترجي الرياضي التونسي على البطولة رقم 25 في تاريخ الخزينة الترجية بعد موسم أكيد أنه بشبقة في البال بما أنه عرف منافسة كبيرة من القرش البنزرتي إلى حدود الأمطار الأخيرة من مسابقة موسم 2011-2012. هذه النهاية واللي اقترنت باللقب بعد 25 في 57 موسم أكيد أنها لم تأتي من فراغ وإنما حملت معها العديد من الأرقام القياسية باش تقعد راسخة في إذهان عشاق القلعة الترجي. رقم قياس جديد اللي هز أطول بطولة هز أطول بطولة في العالم. الحمد لله موسيل صعيب هو الريجيستانس مونتال بصراحة. عام كامل تلعب بريسك في وقت من الأوقات لعبنا ثلاثة ماتشات في الجمعة مطالبين في كل ماتش نربحوا. الحمد لله الأولاد كانوا رجال الأولاد الكل تعبنا عليه اللقب هذا. ترجي كبير ومستانس باللقب. Je suis content pour tous mes coéquipiers, pour tous les supporters, pour toute la famille espérantiste, les dirigeants. Et la seule chose qui nous fait de la peine un peu aujourd'hui, c'est notre président qui a perdu son frère. Dommage un peu pour lui, mais j'espère que... Il est très content aussi de voir son équipe continuer à être champion et on lui souhaite de vite récupérer moralement et mentalement et de revenir auprès de nous pour nous soutenir. اليوم ما كناش حاضرين كما فوق كيف سوى معناتها جواريات نتصور معناتها ان شاء الله صفعه باهيه قبل مقابل موزمبيق. الترجي يبقى وفي في عادته مع الانجازات التاريخيه بما انه هذه البطوله هي الرابعه على التوالي منذ موسم 2008-2009 واكيد ان جمهور الترجي يتذكر سبع القاب متتاليه من موسم 98 الى موسم 2004. البطوله الرابعه متاعنا على التوالي وهي اللي هي مهم جدا واللي هي رساله للي شكوا الكل في البطولات السبعه اللي تحصلنا عليهم مع سيسليم شيبوب. هذه معناها نحاولوا باش نسكتوهم شويه ويحاولوا باش ينساوا الحكايات هذه والتعلات هذه وانه الترجي معناها قادر باش يهز بطولات في اي وقت ومع اي كان. ابناء المدرب نبيل معلول فازوا في هذا الموسم في العاصمه على كل المنافسين باستثناء الملعب التونسي ونادي البنزرتي باعتبار انه الاخير فاز على الاحمر والاصفر ذهابا وايابا. البنزرتي جات في ظروف معناها استثنائيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. جمعتها معناها وقع معناها الاستغناء على ديكاستير. الترجي الرياضي التونسي معناها كان مش حاضر ذهنيا للمباراه وجات معناها مباشره بعد الهزيمه اللي عرفها الفريق ضد النادي الرياضي الصفاقسي وكانت فما مشاكل شويه على المستوى الذهني. سونسير نحن توجنا والترجي ذا اللي جمع تيتروات ما تخمش على الماتش ولا اثنين تخم على الشامبيون كامله. اذا فريق باب السويقة يواصل التربع على عرش الكره التونسيه بعد موسم جمع فيه 69 نقطه بعد 23 انتصار 3 تعادلات و5 هزائم والماكينه الترجيه كانت هي الافضل دفاعا وهجوما والتميز امام شباك المنافسين كان من اقدام يوسف المساكني هداف البطوله ب 17 هدف دون ان ننسى الكاميروني نيانغ ثاني افضل هدافين 15 هدف. سون بوت ومون بوت سيتي de chaque fois essayer de marquer le but pour faire gagner l'équipe. Donc je c'est pas une question de confiance, c'est un coéquipier, je suis pas en concurrence avec lui. وتبقى نقطة قوة الترجي هي الكرة الثابتة برصيد 11 هدف منهم 7 اهداف بالراس. On est bien, on a déjà Walid qui saute haut et qui est grande taille. On travaille beaucoup plus à l'entraînement, on travaille et quand tu travailles à l'entraînement c'est tout est bénéfique au jour du match. حاجه باهيه يظهر لي باش تشوف في سيزون كامله ماركه 13 بونت بالراس معناها هذه يظهر لي تسمى من نقاط القوه نتاعنا ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله ماركي كسوا بالبلاريتي ولا حاجه يعني نوعوا في الاهداف نتاعنا. ما ركزناش احنا تركيز خاص على الكره الثابته عندنا لعب جماعي نتاعنا قاعدين نلعبوا فيه معناها سجلنا كل انواع الاهداف في الموسم هذايا الاهداف اللي موجوده الكل سجلناهم حاولنا باش نوعوا في التنظيم الهجومي نتاعنا حسب الادفيرسير حسب نقاط قوه الادفيرسير. زملاء بن شريفيه خاضوا الموسم هذا 73 لقاء بين بطوله وتشامبيونز ليغ افريقيه بقياده زوز مدربين هما السويسري ميشيل ديكاستيل ونبيل معلول. فهل يضيف معلول ثاني لقب افريقي ليه مع الترجي مع لقب البطوله؟
تقرير عبد الرحيم سقسزها قبل ما نبدأ الحديث على هذا اللقب. شاهدت أن الاحتفالات ما كانتش كبيرة من جهة الترجي النادي التونسي، وهذا لسبب اللي هي وفاة شقيق رئيس النادي سحاب بن مدب. بنضم صوتي لكل فريق قناة نسمة باش نقدموا تعازينا بالطبيعة لسي حمدي المدب ولكل عائلة الفقيد. ما الذي يميز اللقب هذا يا خليل؟ لقب صعيب برشا، لانه في اطول موسم بالنسبه لي نحن بدينا الشامبيونا بعد بالنسبه لي نحن بدينا الشامبيونا غير بعد كوب دو موند دو كلوب في جابون، وتوفى اليوم 30 سبتمبر. تعدينا 44 مباراه ما بين بطوله وطنيه وما بين كاس رابط الابطال، 44 ماتش بور ان جوار اللي ما عملش اون بريباراسيون فيزيك فونسور، قاعدين نعملوا فيها على بدا متاعب كل عام، يبين الكاباسيتي الكبيره تاع اللاعبين تاع الترجي التونسي. لقب يميزوا انه فيه برشا دي بوان بوزيتيف بالنسبه لي نحن، ميور بيتور، ميور اتاك، ميور ديفونس. ولكن اهم حاجه كي نعطيك لو نومبر تاع لي جوار قداش لعبوا تفهم. معز بن شريفي لعب 30 ماتش سيغ 30، يعني 2628 ماتش. هي شري نعطيك توب 5 مش تعرف اللي قيمه اللاعبين تاع الترجي التونسي بالدقائق، لانه حاجات هذوما الاحصائيات والحاجات العلميه تبين لك قيمه العمل وقيمه البطوله بالنسبه للترجي التونسي. معز، وليد، دربيلي، يوسف ويانيك سون توب 5، يعني من اقل واحد يانيك لعب 26 ماتش، واكثر واحد معز لعب 30 ماتش، 30 سيغ 30 في بطوله وطنيه طويله برشا فيها برشا دي ريبتور. ما خلتناش احنا في الريبتور نخدموا بالكدا سوغ لو بلون اتليتيك جو باغ سوغ لو بلون تكنيكو تكتيك، ولكن خلتنا نخدموا برشا سوغ لو بلون مونتال، لانه نرجع لكلام خالد ان ريزيستونس مونتال كبيره برشا. اللاعبين تحداوا كل الظروف، رغم انه في بعض الاحيان من البطوله تحس البطوله قريبه ليك، وانه فما نسق ماهوش قوي برشا تحس البطوله التونسيه. تعدينا بالي كبير، الروتور من بين بعد شامبيونز ليغ للشامبيونات تاع تونس فيه برشا ديفيكولتي سوغ لو بلون مونتال، وهذاك اللي يميزها ديما ليكواسيون ما بين تلعب في الشامبيونز ليغ وترجع البطوله الوطنيه ديما فما صعوبات. ولكن كنا نلعب تتالي مباريات 13 ماتش عملنا على التوالي من غير هزيمه في بطوله وطنيه، كنا الفريق الوحيد بعد الرحله تاع اليابان عملنا 4-1 4-1، يعني عندنا ذاكره بدنا عنده ذاكره. وقت رجعنا في اخر الموسم قلت لي باش يكون حاضر من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه في امتار الاخيره هو مش يفوز بالبطوله، وهذاك اللي صار، لانه احنا لعبنا 6 ماتشات في 21 يوم مع الديبلاسمون تاع شلف، كنا حاضرين ما عدا المباراه الاخيره اللي تعدينا كوتي. لكن هوني سؤال، انت قلت كلمه مهمه جدا، قلت البطوله نتاعنا بدات بعد كوب دي موند دي كلوب في اليابان، بدات مغامره جديده مع مدرب جديد مع طاقم فني جديد اللي هو ميشيل دو كاسيل وطاقم نتاعو. السؤال مطروح، شنو اللي ما مشاش مع ميشيل دو كاسيل اللي كانت عنده تجربه قديمه مع الترجي النادي التونسي؟ علاش لما يونيز نابابخي كما نقول؟ لا مايونيز نابابخيس باسكو بوتيتر. انا بالنسبه لي نشوف من ناحيه من نظره النظر نتاعي انا، جوارات خارجين فوري تاع تشامبيونز ليغ تاع 3 تيتر كوب دو موند دو كلوب بارتيسيباسيون في بالي كبير، رجوع للبطوله، رجوع كان ممتاز ياسر، رجوع كان قياسي ومن بعد صار الباسج هذاك. فوالا، واحنا لازمك مش تبدا الرجوع هذاك تعمل تقييم نتاعك، واحنا كانت لنا الفرصه في شهر ديسمبر بعد ما رجعنا كوب دو موند عملنا تقييم علمي للاعبين نتاعنا باش نشوفوا اسكو اللاعبين نتاعنا مازالوا قادرين باش يلعبوا 30 مباراه في البطوله الوطنيه و10 مباريات في كاس الابطال ولا لا، ولقينا التقييم ايجابي ونجموا يلعبوا اكثر، وهذاك اللي صار. ولكن بعد صارت ريبتور ربما بعض ظروف يعني الخارج عن نطاق ليكيب ككل، ولكن بعد 13 فيكتوار راهو لازمك تطيح في ماتش ولا اثنين ما تقدمش روندمون كبير، وهذاك هو جا الباساج افيد. والباساج افيد هذا انا 4 سنين في الترجي ديما يجي في شهر فيفري شهر جانفي، راهو سي لوجيك بعد الشامبيونز ليغ ديما فما باساج افيد مونتال باساج افيد سورتو لي بلون، وهذاك اللي صار. ولكن اهم حاجه اللي ديما الجروب سوليدير مع بعضنا، نبيل رجعنا من جديد، رجعنا للميثود دو ترافاي اللي كنا نخدموا بها سورتو لا ميثود دو ترافاي اللي اون انستوري مع نبيل كملنا نخدموا فيها، وهذاك جات لي ريزولتا، حققنا اللي المطلوب منا في الانتصارات في سورتو لي بلون. يعني واضح سمير، لقب 25 ترجي النادي التونسي، لقب نجم نقولوا انه لقب مستحق بالنسبه للترجي النادي التونسي، اللي يعرف يستغل نقاط ضعف ربما بعض الفرق الاخرى، لانه اذا كان نشوفوا البطوله نتاعنا نلاحظوا انه النادي الافريقي صارت له مشاكل عديده، النجم الرياضي السياحي صارت له مشاكل عديده، النادي الرياضي الصفاقسي ولو انه عنده مجموعه طيبه وطيبه جدا كنت اتصور انه ممكن ينافس على البطوله صارت له بعض الهفوات، قعد يتنافس مع النادي الرياضي البنزرتي. النقطه الاولى خدمه لصالح الترجي الرياضي التونسي. اثنين، انه الترجي عنده الخبره،
اللاعبين نتاعو الستاف نتاعو عندهم الخبره انهم يتعاملوا مع المقابلات على حسب الاهميه نتاعها، وعرف نبيل والستاف نتاعو يتعاملوا مع الكالندري اللي كانت صعيبه وصعيبه برشا بالنسبه للترجي التونسي، اذا كانت لاحظ لانه فما استقرار على مستوى الترجي على مستوى التشكيله الاساسيه. يعني الترجي تقريبا ما عنديش الاحصائيات كامله، ممكن هنا خليل يأيدني ولا ينفي، انه الترجي تقريبا استعمل 18 لاعب. تقريبا 18 لاعب بعد الانتدابات الاخيره ربما نتاع راقد ونتاع الاولاد اللي جاوا من بعد، ولكن الترجي تقريبا استعمل بين التشكيله الاساسيه اربع خمسه معاوضين، يعني فما استقرار على مستوى التشكيله الاساسيه. شكون الفريق الثاني اللي عنده استقرار؟ نادي الرياضي بن زرتي، وكان واضح هنا التنافس، النادي الافريقي ممكن يستعمل 25 26 لاعب، النجم الرياضي الساحلي اكثر من 30 لاعب، وبالتالي فما استقرار على مستوى التشكيله الاساسيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، نقطة أولى. نقطة ثانية أن الترجي الرياضي التونسي استعمل كل نقاط قوته في الدوري هذه في البطولة هذه، يعني وقت الترجي يلقى مشاكل على مستوى الهجوم المدافعين يسجلوا الأهداف، فالحلول بالنسبة للنبيل وبالنسبة لفريق الترجي كانت موجودة، يعني حتى المدافعين شاركوا على مستوى تسجيل الأهداف، وكان فما انتظام على مستوى المردود، حتى ولو أنه فما بعض التراخي ربما في فترة من فترات الموسم لأنه كان موسم طويل برشا، إلا أنه الإطار الفني بالخبرة نتاعو عرف يتعامل مع الفترة الصعبة اللي مر بها الترجي الرياضي وخرج معناها بسلامات. نقول حاجة أخرى مهمة برشا، في الأمطار الأخيرة ربما الرزنامة حطت النادي الرياضي بن زرتي في زوز مقابلات صعيبة برشا مع النادي الرياضي الصفاقسي ثم النجم الرياضي الساحلي. هنا خبرة الترجي كان عنده دور كبير وبالتالي عرف يربح بعض النقاط في الأمطار الأخيرة، ولكن نقول أنه في النهاية أنه بصراحة تتويج مستحق للترجي، ما ننساوش أنه صعيب برشا أنك تلعب كأس العالم الأندية، كأس أفريقيا، ترجع بطولة تونس، تعاود ترجع، فهنا فما دور كبير ياسر قاعد يقوم به الاداره تاع الاسبيرانس على مستوى الموتيفاسيون الاحاطه باللاعبين، كذلك الاطار الفني والملاعبيه، دونك بطوله مستحقه ولو انه المستوى ما ارتقاش برشا المستوى عالي، ولكن نقولوا انه بطوله مستحقه للاسبيرانس. سيدي اللي نحب نقوله فيما يخص الترجي الرياضي، ما ننساوش الترجي الرياضي مش انا باش نقدمه، الترجي الرياضي فريق كبير ومن خيرة النوادي في تونس، واللي يمتاز به يحتمل على النوادي الاخرين هو الإدارة نتاعو. الإدارة شيء هام في فريق نتاع بالأخص نتاع كرة قدم. الإدارة معنا فيما يخص الماديات، فيما يخص التسيير، فيما يخص الانضباط، معناها ناس تعرف شو تحب وين تحب توصل. هذا سان بوان تري بوزيتيف. ثاني حاجة فريق الترجي الرياضي عنده فريق، معناها فريق عنده ثقافة نتاع الألقاب. كولتور معناها دي تيتر، معناها فريق هذايا مخلوق باش يلعب على الالقاب، معناها ينجم يهز اللقب ولا ما يهزوش امور ثانويه، مش مخلوق باش يلعب على التروازيام والكاتريام بلاس. الحاجه الثالثه معناها هي لا جيستيون دو جروب. شنو هو اللي تغير في وقت دو كاستيل وتويكا؟ وقت دو كاستيل جاء لقى فريق بيان سور كما كان يقول سنوات يلعب من غير بريباراسيون. انديفيديوالمون الفريق اقوى من النوادي الاخرين اليوم، غدوه ما نعرفوش باش يصير، اقوى منهم انديفيديوالمون. خذا حظه، جاتو بيريود تاع الباساج افيد وفما ليجيان دو في يظهر لي نتاع ملاعبيه اللي خرجوا من السكه. كي جا نبيل معلول غير المعطيات هذوما، خاطر ينجموا الملاعبيه يعديوا على دي كاستير ما ينجموش يعديوا على معلول. اي اي هذا صحيح راهو. صحيح. صحيح. فهمت معناها ماهوش فرد لغه يحكوا فيها. الحاجه الاخرى اللي نجم نقول اسبيرونس عندها نيفيكتيف ريش، معناها قوه الفريق راهو في البنك نتاعو مش في ال 11 اللي يلعبوا. الفريق القوي اللي عنده بنك، معناها كي يدخل فلان فرد مولدود هو اللي كان يلعب، وهذيك الكونكيرونس هي اللي تقوي في المستوى. الحاجه الاخرى اللي نعتبرها هامه اللي الفريق راهو اللي باش يهز كاس باش يهز البطوله ما نجمش يلعب 30 ملاعب في العام. الفريق اللي باش يلعب باش يهز بطوله فهمت يلزمو يلعب ما اكثرش من 18 و20 ملاعب في العام. هذه 18 ولا 20 كي تبدا فما دي بليسور. وكي تلعب على ثلاثه وجهات سيدي تنجم تلعب على ثلاثه وجهات، فما مقابلات انت كيما عملت الاسبيرونس وقت اللي لعبت في الشلف كيما عملت فهمت اثرت تحت من هنا الافكتيف عنده قيمه كبيره. بما يخص المردود فنيا تحسنت من اللي جا نبيل بصراحه تامه، كوليكتيفمون الفريق تحسن ورينا نوعيه نتاع اهداف اللي مخدومه ظاهره خدمه نتاع ممرر. حاجه اخرى لكل حق حقه هو ما ننساوش راهو شخصيا
انا فما فريق عجبني ياسر في لعب الكره السنه في تونس وما حكيناش عليه جمله، هو فريق مستقبل المرسى. ما راهوش مستقبل مرسى من اللي رجعت البطوله تويك، احنا بطولتنا راهو اشب بطوله في العالم، خاطر تلعب 320 نهار. هي العام الجاي ذول اللي ماشيين 360، فهمت؟ مستقبل مرسى، مستقبل مرسى من سامحني شخصيا من احسن مقابلات ريتهم صار ما عملوا مستقبل مرسى راهو. بالضبط. فهمت؟ هذا رايي والله اعلم. باش نوصل الحديث على الترجي الرياضي التونسي اليوم رابع لقب هذا على التوالي بالنسبه للترجي، نحكيو على الاستقرار لكن في نفس الوقت المجموعه قاعده تتغير، تتغير بطريقه كبيره، كي نحكيو على عواضي، على الراقد، على المولي، على يانيك اللي ما كانوش هوني في اللقب السابق، نحكيو على زويغي، رحيل القربي، كيفاش اونجير خاصه من الجانب البدني، التحول تاع اللاعبين، تغيير تاع المجموعه، المستوى يمكن البدني اللي ماهوش متقارب في بعض الاحيان، كيفاش نتحصلوا على فريق متكامل ومتجانس؟ نرجع للكلام نربط بسمير سيد احمد، اون جير ليفيكتيف اون كونترول لا شارج دونترينمون، هذوما لو دو زيكواسيون دو ريوسيت تاع ايكيب كامل. ولكن الترجي لازمك تعرف من اللي بدات البطوله لليوم 33 لاعب موجودين في الترجي، هذه قيمه ليفيكتيف. من حمزه حده لعب 20 دقيقه في مباراه نادي الرياضي الصفاقسي، المعز بن شريفي لعب 30 مباراه، ولكن لي زوبجيكتيف يتغيروا، كاس ربيت لابتال، البطوله الوطنيه، كاس الانديه العالميه، كاس الاتحاد الافريقي هذيك السوبر كوب، كل ماتش عنده حقيقته. ولكن بالنسبه لنا احنا شغل بلون اتليتيك ما نجموش نخدموا شغل بلون اتليتيك اذا ما عندناش من باز دوني، وهذاك اللي صار. الترجي التونسي فريق محظوظ برشا، وقت تكون عنده اداره تنجم توفر له باش نعملوا التقييم العلمي تاعنا، وهذاك احنا بوتيتر لو سول جو سي با، ولكن اللي نعرفه انا اللي احنا الوحيدين اللي عملنا تقييم علمي في المركز الوطني للطب الرياضي اول الموسم في ديسمبر، وعملنا تقييم علمي في سبتمبر وقت ليكيب ناسيونال مشات سيراليون، وهكاك نعرف لي باغامتر تاع لي جوغ الكل. اللي نجم حاضر 80% في القوه، في القفز، في السرعه، والمدرب هو ياخذ احسن لاعبين اللي حاضرين من ناحيه تدريبيه ومن ناحيه كومبيتيتيفيتي، وهذا كان نجحنا فيه، لانه في التوب ميل تاع اللاعبين يعني التوب ميل يعني نقول 1000 دقيقه اللي لاعبين مباريات هو 18 لاعب، وهذاك اللي حشنا به 18 لاعب لاعبين في التوب ميل ب 44 مباراه مع الترجي الرياضي التونسي، مع 10 او 12 مباراه مع الفريق الوطني، يعني حوالي 55 60 مباراه، مستوى كبير يضاهي الانديه الاوروبيه. وهذاك الترجي الرياضي التونسي المسير نتاعو لازم يكون اللاعب حاضر من ناحيه ذهنيه، من ناحيه بدنيه لازم يكون فما معطيات علميه يجاوب لها. وحاجه نرجع لها قالها سيد احمد هي ليجيان دو في، وقت اللي تحسنت ليجيان دو في ربحنا برشا، ربحنا برشا وقلصنا برشا من الوقت الضايع في الخدمه نتاعنا. 2010 2011 نذكر اللي وقت الباساج افي الترجي الرياضي التونسي لقى اسامه الدراجي اللي مركز تقريبا 10 اهداف بالراس بالساق لي بالاغيتي كيف كيف. الموسم هذا وقت نشوفوا 32 هدف ما بين يوسف مساكني وبينات يانيك نيونغ، شو دور الفرديات وقت اللي فما مباريات اللي ما كانتش احسن مباريات في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، شو دور الفرديات؟ كيفاش الجروب يلقى لو سالو نتاعو عند ساق يوسف ولا عند كوفرتور تاع يانيك؟ سي تخي هذه حاجه بينيفيك مالي، تعرف اللي وقت اللي كولكتيفمون ما نمشيوش في مباراه نلقاو منافس يعني مسكر كل المنافذ، عندك قيمه في قيمه يوسف المساكن، لاعب يوسف المساكن مسجل 17 هدف ويانيك نهاج اللي مسجل 15 هدف، نتصور اللي لهنا الفرديات عندها قيمه كبيره. واهم حاجه وقت اللي يكونوا، لانه يوسف تغير كثير، يعرف سيد احمد يمكن ولا سي سمير تابعين، يعني من 2009 يوسف مسكن 2012 مستوى كبير، مستوى كبير من الجانب البدني، مستوى كبير من الجانب الفني، مستوى كبير من ناحيه الاهداف، لانه يوسف اليوم 17 هدف، لازمك تعرف ترجع الموسم الفارط قد سجل من هدف في نفس البطوله ابوبخي، يعني بطوله الموسم الفارط طويله وبطوله الموسم هذه طويله، ولكن الفرديات عندها قيمه كبيره. يعني كان يعني كيف كيف كي جينا بنيفو تحسن الميثود دو اللي قلت لك عليها اون استوري افيك نبيل ميثود دو حتى نبيل اون كونتينيو في نفس النهج جبت لنا نتائج ممتازه. اهم حاجه تو لازمنا الموتيفاسيون تتبدل، لانه يعني كل عام لازمنا موتيفاسيون جديده، ونتصور بالموتيفاسيون الجديده نجموا يواصلوا الفرديات هذه في التالق اذا بقات معنا ان شاء الله. لكن مهدي فما نقطه نستغل الفرصه اللي خليل هنا موجود بحذانا، لانه الترجي قادم على نصف نهائي كاس افريقيا، فما بعض الملاحظات خاصه على مستوى دفاع الترجي اللي قبل الاهداف ربما يلزم يردوا بالهم في مقابله صحيحه، انه الترجي في البطوله التونسيه عنده المرتبه الاولى على مستوى خط الدفاع، ولكن قاعد يقوم باخطاء ان شاء الله يصححها الترجي الاسبوع القادم، لانه نتمنى ان الترجي يمشي لبعيد ويحافظ على اللقب نتاعه. لكن الدفاع في المباريات الاخرى فما بعض الهشاشه
كيفاش على مستوى خاصه عمق الدفاع نتاع الاسبيرونس. واضح باش نرجعوا للملف بالطبيعه كاس رابطة الابطال الافريقيه بعد لحظات باش نحكيوا على تحول فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعه القادم للوبومباتشي باش يواجه تي بي مازيمبي في الدور النصف النهائي بالطبيعه، لكن نعطيك الكلمه منص قبل ما نمروا للفاصل الاشهاري قصير. الترجي الرياضي التونسي مادي كما قالوا الناس الكل، الترجي الرياضي التونسي لو بلو ريغولي في البطوله الطويله برشا. اللي شد الريتم نتاعو رغم كاس افريقيا، اللي كاس افريقيا تعب برشا، كاس افريقيا سورتو كي تمشي لافريك، ولو انه الموسمين الاخرين الترجي الرياضي التونسي ما تعبش في الديبلاسمونات كما كان قبل، لانه كاس شمال افريقيا، لانه ولات كاس شمال افريقيا معناها في الموسم الفرط الموسم هذا، ولكن حتى الانرجي تاخذ برشا انرجي، هذاك المشكل نتاع الفرق اللي تلعب كاس افريقيا. الترجي يظهر لي كان ريغولي الافكتيف اللي عنده، حتى الانتدابات كانت سيبلي، كي شفنا التعزيزات اللي جات في دي بوست، خرج الدراجي خرج القربي جابوا ملاعبيه اللي عندهم خبره كبيره برشا كما الرابط كما شاكر الزواغي، يدخل طول يلعب ما يتقلقش، حتى التحضير نتاعو ما يطلبش برشا وقت، والترجي الرياضي يحضر الملاعبيه نتاعو كومبيتيسيون، هذاك الحاجه الباهيه كي نشوفوا جامعات اخرين، نشوفوا ريكروتمونات في جامعات اخرين، انتدابات ملاعب يقعد شهرين وثلاثه ورا بعدين تنسى وينه وما نعرفوش عليه وين، في برشا جامعات موجوده، ولكن في الترجي الرياضي التونسي ياخذ جمعه 10 ايام وبعد تلقاه يدخل يلعب. المجموعه نتاع الترجي هي اللي تحكم في النسق وهي اللي تحكم في البطوله، وخاصه في البطوله نتاعنا اللي تقلق برشا من ناحيه النسق. بطوله نتاع 320 يوم ما نعرفش انا الفريق في اللي نجم يلعبها ب 320 يوم كان في تونس. السؤال يبقى مطروح والاجابه عليه بعد لحظات بعد فاصل الشريق قصير ما تبعدوش. ديسمبر القادم بعد كاس العالم للانديه ان شاء الله بالطبيعه يكون الترجي الرياضي التونسي موجود وحاضر فيها بعد مواجهه ضد تي بي مازيمبي. نشوفوا البورتري هذا ثم نرجع الحديث والتعليق عليه. شوف جوزيبي المساكني مهارة الكبار لاعب من اللاعبين الصغار يوسف المساكني من تونوانيا تكانت دي الاسبرانس. تتعدد اصوات المعلقين لكن الموهبه واحده، الاسم يوسف المساكني، العمر 21 سنه فقط والمهنه ساحر. ساحر كرة القدم التونسية ب 17 هدف، لكن قبل الأهداف فما فنيات، ومع الأهداف فما زاد التمريرة، مهارات خليته ناجح محليا ودوليا، مصدر قوة الترجي والمنتخب التونسي، انتقل إلى فريق الأخويا القطري في أغلى صفقة عربية، هل يستحق يوسف كل الاهتمام؟ عودة للزمان قبل الإجابة. مدينة باردو مدينة صغيرة، لكن الكوارجية فيها برشا، وركب باردو خرج برشا ملاعبية، وفي يوم من الايام استقبل ملاعبي عمره 10 سنين مغروم بكره القدم، افتح عينيه على فنيات والده منذر المسيكني اللي تنبأ بموهبه ولده منذ عمره 5 سنين، وقال استنى ولدي يوسف. قليل الكلام، هشام يعرف كيف لغه الاقدام، فنياته ظهرت منذ الصغر. عنده مستوى يفوق مستوى اللاعبين عمره هو، معناها فهمت؟ كسوى الامكانيات الفنيه، الامكانيات الذكي برشا في الملعب. الملعب التونسي بداية وحكاية مارس فيها الحاجة اللي يحبها. دخلت لعبت من الأول مع جينيراسيون اللي أكبر مني، خاطر فماش وقتها 90 لعبت، وبعد رجعت ارتحت شوية معناها 3 شهور 4 شهور، وبعد رجعت مع نادي وركب باردو إلى مركز برج السدرية. يوسف تكون مليح، نتيجة تألق في كأس العالم للناشئين. في يوسف ضد منتخبات كيما بلجيكا وجنوب افريقيا خليته يتعرف، والترجي الرياضي يتعاقد معاه سنه 2008. اربع سنوات في الترجي واربع بطولات متتاليه. جروب باهي جيت فيها، الناس الكل تخدم، البلايص غاليه في الاسبيرونس، ايكيب صغيره. مشينا مع بعضنا للاخر الحمد لله، تو مازلت لنا تشامبيونز ليج، ان شاء الله نكملوها ان شاء الله. هذه التتويجات الجماعيه، بينما التتويجات الفرديه يوسف هداف البطوله الحاليه ب 17 هدف قدام زميله الكاميروني يانيك نجار. C'est un super joueur. Ça fait un an et demi que je le côtoie. Je suis arrivé, je le connaissais. C'est un super ami à moi. On s'entend super bien. Dans et en dehors du stade. Dommage qu'il part. كل هالمعطيات تاكد قيمة النمس وتخليه نجم الفريق اللي يصعب تعويضه. والله كبير ما نجموش نقيموه في كلمتين، لكن مالوغوزمون مش يخلينا بلاصة كبيرة برشا.
بورتري يحمل توقيع محجوب الهمامي يوسف مسكني في الانترينمون في الكواليس في حجرات الملابس كيفاش؟ اكسيبسيونيل ما بعتوش برشا على هو بورتري صغير ولكن يوسف اون استوار بالنسبه لينا خاطر انا بديت له من نهار اللي جاي يعمل في تيست دو فالياسيون اتليتيك وانا مازلت في لي جون يعني بديت معاه من شكرا على التدقيق ساعه ايفالياسيون اتليتيك خاطر قلت ايفالياسيون تكنيك لا لا ما عنديش فيها ما عنديش فيها لا ما عنديش فيها ولكن ممتاز ياسر قريب برشا لاصحابه قريب برشا للستاف صاحب فلكه في لونترينمون دوغري دونترابيليتي تاعو مرات تكون عاليه وقت تكون فما مباريات كبيره ومرات تكون يعني متوسطه وقت ما تكونش فما مباريات يعني في قيمه كبيره ولكن القيمه الفنيه تاعو بدنيا راه من احسن اللاعبين لازمك تعرف هذا يعني او نيفو دو لونديرونس لا كاباسيتي ايروبي ممتاز جدا ولكن الارقام خاطر مثلا كي ناخذوا مقارنه انا نعطيك مقارنه انا يوسف مساكني حكينا في فرنسا جاء وقت من الاوقات على غوركوف برشا قالوا غوركوف وقت اللي كان في بوردو من ابخر اللاعبين طلع احسن لاعب في المنتخب الفرنسي من ناحيه المردود البدني يوسف مساكني اليوم فين تمقام لا يوسف مساكني ممتاز من ناحيه المردود البدني من الناحيه العلميه وقت تعمل تقييم علمي وممتاز من الناحيه الفنيه وقت في المباراه هذيك قيمه يوسف مساكني يعني يوسف مساكني اليوم في بطوله طويله لعب 28 مباراه راهو و 28 على 30 مباراه يعني دائما موجود دائما موجود في المباريات هداف تحس اللي موتيفي اللي تري موتيفي في الماتشات الكل يعطي لابور كبير برشا اللاعبين اللي معاه واهم حاجه في يوسف انه تحسه يعني في لي مومون فيبل نتاعنا احنا خاطر دي فوا تجيك دي مومون فيبل تلقاه يوسف يعني موجود عنده بيرسوناليتي مالغي عمر 21 سنه ولكن كي تشوف يوسف تقول يعني كارير وراه ولكن 21 سنه عنده ابور كبير في النتائج الايجابيه في الترجي الرياضي التونسي. برشا خاف على يوسف المساكني بعد المرحله تاع كاس افريقيا للامم اللي فاتت كثر الكلام كثروا السماسره بالطبيعه كثر لي ديستيناسيون ليوسف المساكني لكن المردود ما تراجعش لكن بالعكس تحسن مردود يوسف المساكني يوسف المساكني للرحيل تاعو عن الترجي الرياضي التونسي مبرمج في شهر ديسمبر القادم كما قلنا بعد المغامره الافريقيه ولما لا ان شاء الله المغامره العالميه سيدي احمد اليوم دور يوسف المساكني ولا الثقل تاع يوسف المساكني في المجموعه هذه في الفريق هذا وحسب رايك هل باش يكون حاسم في مباريات كما مباراه لبومباتشي يوم الاحد القادم؟ صحيح الترجي الرياضي عندهم لاعبيه ويوسف اليوم يمر بفتره ممتازه يوسف شخصيا نعرفه مليح من الملعب التونسي وتبارك الله عرف في الملعب التونسي فما تقريبا ديزان دي جوار في الكلاس تاع يوسف مي الشانس بتاعو هو اللي مشى الفريق اسمه الترجي الرياضي. على ما ينجمش ينجح لاعب في الملعب التونسي معناها؟ في الظروف اللي يعيشها الملعب التونسي ما ينجمش ينجح ولد صغير. مناخ مهم معناها؟ المناخ والامكانيات واحد لازم يستعرف فهمت معناها هذه امور واضحه كان قاعد يوسف في الملعب التونسي اليوم ما تلقاهوش يوسف عزيز خوه ملاعبي كيفه ولا سيدي؟ لا يوسف اقوى ما فماش مقارنه بصراحه تامه ما بينه وما بين خوه يوسف ستاجور دوي جوار دون الانسان اللي عنده دون كدون يلزمو يخدمو اذا ما يخدموش يقل هو كي جا الفريق اسمه الترجي الرياضي قاعد يخدم وقاعد يتحسن وكل اسبوع خير من خوه لكن يوسف الخروج نتاعو من تونس حار الى بلافوني في تونس وباش نجم انت تحكم على مدافع ممتاز ولا مهاجم ممتاز كيف تحط له منافس نتاعو اقوى منه يوسف المساكني ريناه مع مدافعين ممتازين وتعدى منهم بسهوله تامه معناه الشيء هذا ويسجل في الاهداف ولهذا أنا الناس اللي تقول بعض اوقات هو ماشي لقطر مستواه باش يتيح انا نقول لهم لا سامحني قطر او سامحني بطوله قطر اللي يلعبوها ويكلو ويكلو كيف نحن راهو يمشيوا خمسه من الناس في المقابل لكن المردود نتاع البطوله ما يتقارنش بين احنا بعد مستوى اللاعبين زاد بعد برشا لينا احنا سمير باش افريقيا للامم على الابواب وهذا الرهان الحقيقي للترجي الرياضي التونسي صحيح وفي الموسم العديد من الفرق لكن الترجي الرياضي التونسي ذولي تتويت صفحه وسمعنا برشا كلام من كل ممثلي الترجي الرياضي التونسي كل ما يكونوا موجودين على البلاتو هذا يقول لك كان جي خساره ما تكونش الخايبه كبيره برشا ونرجعوا نخدموا كان جي ربح ما تكونش الفرحه كبيره زاده ونرجعوا نخدموا معناها اليوم الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعه 9 تاع الصباح باش يتحول لبومباتشي شنو ينتظر فيه سمير ضد تي بي مازيمبي باش نضيف شويه على يوسف تحسن برشا في عنده اربع سنوات تو في الترجي خاصه في العامين الاخرين تحسن برشا خاصه على مستوى الدويل الثنائيات اللي كانت نقطه ضعف ربما عند يوسف ولا نقطه قوه يتعدى قاعد مرحله بها ثم تحسن برشا زاده على مستوى اللعب الجماعي
تاعي والاستقرار في المردود، لانه يوسف في العامين الاولانيين كان مردوده يطلع ويهبط، تو في العامين الاخرانيين تحسن مردوده واستقر خاصه. وهو قالها يوسف، قال جيت في مجموعه طيبه، مجموعه باهي اللي تساعدته انه يتالق وينجح. الترجي الرياضي التونسي تنتظر فيه مهمه بصراحه كبيره برشا وصعيبه برشا، لكن نقول انه الترجي بالخبره نتاع الاطار الفني والخبره نتاع الملاعبيه نتاعو قادر انه يخرج سلامات من واجهه صعبه. تيبي مازامبي فريق محترم، وانا نتصور انه تيبي مازامبي حسب رايي الفني اقوى من الاهلي المصري في المجموعه نتاعه. صحيح انه خسر مع الاهلي، ولكن كروي عنده برشا امكانيات. لكن الترجي علاش عملت الملاحظه انا سمير لغه كره اليوم، تيبي مازامبي تحاول تلعب معه كره في بلاده ولا لا، ولا تسكر وتحاول تروح بالنيو؟ انا ما نعرفش شنو التفكير نتاع الاطار الفني نتاع الترجي، ولكن اللي ريته انه من المستحسن رايك انت، رايي انا انه الترجي بالدفاع نتاعه حاليا ما ينجمش يلعب مع تيبي مازامبي الفوق، خاصة أنه عنده ثلاثة أربعة عناصر عندهم سرعة كبيرة برشا. نتصور أنا حسب رأيي أنه الترجي يتراجع شوية لتالي يغطي المنافذ نتاعو، ثلاثة لاعبين ارتكاز نقول أنه شيء ضروري في مقابلة كيما هذه، ثم خاصة يستغل السرعة نتاع الملاعبية نتاعو، يستغل الكرة الثابتة، يستغل المهارات نتاع يوسف نتاع نيانغ. فالترجي أنا نقول أنه عنده نسبة كبيرة باش يسجل الأهداف، باش يسجل الأهداف، لكن بشرط أنه يلعب بتوازن وما يقومش باخطاء على مستوى الدفاع اللي مش يكون خاصه في اول المقابله 20 25 30 دقيقه الاولى، مش يكون فما ضغط كبير وكبير برشا من تيبي مازامبي. خلي فما اصابات في المجموعه اليوم؟ لا ما عندناش حتى اصابه، ما عدا اياب المساكني اللي عمل عمليه جراحيه ثلاث اسابيع 21 يوم ان شاء الله يكون في الميدان. يمكن توا اياب المساكني خمس ايام راحه ويكون مع الاطار الطبي اللي يمشي يشرف عليهم بعد يرجع التدريبات. ذاك الترجي هذه التونسي ايضا باش يلعب رابطه الابطال الافريقيه في النسخه القادمه وباش يرافق